رياضي في اخبار اليوم، نورنا اكيد في قناه النادي الاهلي وبرنامج كلام في الملعب. اهلا وسهلا بحضرتك ومتشرف لاظهر محاريه في قناه الاهلي. طبعا الله يخليك. طبعا في البدايه عايزين نتكلم عن لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي وبتروجيت اللي الحمد لله انتهى باربع اهداف نظيفه لصالح النادي الاهلي، واكيد الفوز ده كمان قربنا كتير جدا من اعتلاء ترتيب الدوري المصري الممتاز. يمكن دلوقتي احنا لاول مره في المركز الثاني في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطه، اقل يمكن نقطه واحده عن نادي الزمالك المتصدر، برغم طبعا ان احنا لعبنا مباراه ازيد منه. طبعا ماتش المباراه امبارح كانت مهمه جدا، فيها فوائد كتير جدا، استفاد الاهلي من المباراه بشكل جيد جدا. احنا الماتش امبارح كان فيه من بعض الفوائد اللي استفاد منها الاهلي اللي هو حق الفوز التاسع التوالي. صحيح. استمر بالضغط على المنافسين، طمن، قدر يطمن جماهيره والمتابعين ان الاهلي موجود لسه في المنافسه، قادر يحقق ولسه بقوه. يمكن ده كان رد يعني كافي للناس اللي شككوا كتير قوي ان النادي الاهلي بعيد تماما عن الدوري في الموسم الحالي. هو انا فاكر ان مع حضرتك برضو احنا اتكلمنا وقلنا لسه الدوري بدري عليه، احنا بنتكلم في 6 نقاط فرق بس، لسه بدري. صحيح. وكان في ناس حتى بتتهكم تقول الاهلي في المركز الاخير، بغض النظر ان كان في مؤجلات كتير جدا للاهلي. صحيح. فانا مش عارف كانوا بيتكلموا على اساس ايه، بس الاهلي امبارح قدر يستفاد كمان بحاجات تانية. قدر ان يوصل ان الجمهور ان انا موجود لسه. قدر يطمئن جمهوره. لاسارتي كمان قدر الجمهور يطمئن لي بعض الشيء، ان هو قادر بتغييراته بالتكتيك اللي بيقدر ينفذه جوه الملعب. امبارح برضو من ضمن المشاركات الجديده لسه هنتكلم فيها، بس امبارح كان في حاجه واضحه جدا ان شخصيه البطل ظهرت. ان الاهلي امبارح قدر يوصل ان شخصيه البطل ظهرت، قدر يوصله في اي وقت، قادر يحقق المكسب بطريقه او باخرى. في بقى امبارح من جانب التكتيكي ان في جمل كتير اتعملت في المباراه، الفريق قدر يوصل بشكل متواصل للمرمى بتروجيت. لا امبارح كان في فوائد كتير قوي الفوز بتاع مباراه امبارح. صحيح. طيب لو اتكلمنا كمان عن لقاء امبارح، شفنا طبعا النادي الاهلي متالق جدا ومتميز جدا في كل تحركاته، متالق جدا على الجانب الهجومي والدفاعي، يمكن كمان الكره ما وصلتش للشناوي تقريبا في اللقاء كله. بس لو جينا نتكلم ونسال، هل النادي الاهلي ظهر قوي كده بسبب يعني زي ما وصفوا بعض النقاد الرياضيين او الصحافه من امبارح النهارده، وصفوا فريق بتروجيت بان لعبته بلا حيله؟ لا، ما فيش حاجه اسمها فريق بلا حيله. ما بتروجيت برضو الانتاج هو ممكن في مركز متاخر ويحتل المركز ال 14 دلوقتي. صحيح. بس في النهايه بتروجيت فريق متميز في الدوري. لكن الاهلي اصبح مع عوده المصابين، مع عوده لعيبه تانية لمستواها، مع توظيف لاسارتي لعيبه كتير زي كريم نيدفيد اللي هنفقده في ماتش الزمالك. كريم نيدفيد يعني اكتشف نفسه، او لاسارتي هو اللي عاد اكتشافه. يعني اللعيب زي كريم تعرض لانتقادات حاده جدا من الجمهور ومن بعض النقاد الرياضيين، قدر الموسم ده يظهر بشكل تاني مختلف. لعيب جوكر بيلعب في اماكن كتير من باك يمين وخط وسط، لا لعيب متميز جدا. تمام. طيب اللي انا عايز اقوله ان ان ان, إن مباراه امبارح الاهلي ظهر تكتيكيا بشكل متميز جدا، كره سهله، في نضج في طريقه لعب الاهلي. اللعيبه في يعني ما فيش بقى الانانيه انتهت خلاص، ما فيش لعيب عايز يجيب جون لوحده بس، لا ضيعنا فرص، الاهلي ضيع فرص كتير، فرص سهله، وده اعتقد ده صداع مزمن فرص لاسارتي. بس ان شاء الله مع الوقت هيبتدي يتدارك. يمكن هو ده دايما اللي كان بيتكلم عنه بعد كل لقاء، تضييع الفرص السهله وعدم استغلالها لاقصى حد. نتكلم برضو عن لقاء امبارح، فلقاء امبارح شفنا فيه مشاركات جديده او اعاده مشاركه المصابين او اللي كانوا غايبين في الفتره الاخيره عن النادي الاهلي، شفت المشاركات دي ازاي؟ لا احنا عندنا، بس احنا لازم نتكلم عن ربيع وازارو. طبعا وطبعا احمد فتحي بس ما نزلش، اعتقد ان الجهاز الفني يفضل اللي هو يدفع بيه مباراه تانية او يتاكد من سلامته. صحيح.
لكن ربيع وازارو طبعا خصوصا ربيع بالنسبه لي انا بشكل خاص، ان ربيع بشوفه بيقدر يتميز بيلعب في اكتر من مكان، ممكن يلعب في الدفاع قلب الدفاع او يقدر يلعب خط الوسط، فدي برضو لعيب مميز جدا. ازارو طبعا ده يعني انا شايفه مهاجم سوبر للاهلي، الاهلي بيفتقده جدا بتحركاته وبياخده البدنيه. يعيبه بعض الشيء ان هو بيبقى بيهدر بعض الفرص السهله، بس اعتقد اللي هو مع الوقت بيقدر يخش الفورمه تاني وبيخش بسرعه، يعني ميزه ازارو هو بيخش بسرعه جدا بعد اصابه او فتره تعاقب، بيقدر يخش بسرعه مع الفريق ويقدر يعمل يعني بيقدر يعمل نتائج ممتازه في الفتره الجايه. صحيح. طيب لو هنتكلم عامه عن الدوري المصري الممتاز، عن المسابقه عامه والصراع في القمه والصراع كمان على الهبوط في القاع، في طبعا نتائج غريبه قوي شايفينها جدول قدام حضرتك زي ما انت شايف، يمكن نقطه نقطتين ثلاث نقط من اول المركز الثامن او التاسع لحد المركز الاخير. لا ده من المركز السابع كمان، احنا الانتاج الحربي 31 نقطه يفصلوا بين انبي 10 نقاط. يعني 10 نقاط انت معاه 21 نقطه. 21 نقطه. فاحنا بنتكلم في الصراع القاع والبقاء في الدوري، لا صعب جدا ومشتعل، وفرق جامده جدا يعني الفريق زي انبي مهدد. غريب جدا الموضوع ده. والاتحاد برضو يمكن شايف هو بس لعب مباراه واحده اقل من باقي الفرق. يعني ما عندوش غير مباراه واحده. 24 فعلا مباراه. يمكن ده في اخر ثلاث او اربع مباريات متتاليين الخساره ورا بعض. صحيح. الدوري المصري ممتاز. صحيح. انبي انا مش مستغرب جدا نتائجه الفتره الاخيره. عندنا برضو سموحه في المركز ال 13. صحيح. لعب 23 مباراه بس برضو في المركز ال 13، يعني كل الفرق صحيح مهدده. يعني يمكن سموحه ده كان دايما ما بين المركز الرابع والخامس. صحيح. وما بيقلش عن كده يعني. صحيح. وعندنا برضو وادي دجله، مع ان وادي دجله بيلعب كره مميزه الموسم ده. شفنا اخر لقاء مع انفي. صحيح. كان لقاء مميز جدا. صحيح. لوادي دجله. وفي الاسماعيلي في التاسع. برضو انا يعني جدا حزين جدا على الاسماعيلي. الاسماعيلي كان متصدر الدوري المصري ممتاز في الموسم اللي فات. صحيح. في الدور الاول. صحيح. فاحنا لا احنا ما فيش وسط، يعني مش لاقي وسط في الجدول. صحيح. احنا بنتكلم ثلاث فرق فوق خالص والباقي كله تحت، يعني كله بيصارع من اجل البقاء. فاعتقد ان لسه فاضل تلت الدوري، احنا بنتكلم فاضل تلت الدوري بالظبط ما تلعبش. حقيقي. فلا لسه بدري، ونفس الكلام بيطبق على القمه. احنا عندنا الاهلي والزمالك وبيراميدز، التلاته بيصارعوا. اعتقد بيراميدز بعد شويه. صحيح. ان هو اقل اكتر فريق. هو ده الكلام اللي بنقوله من الاول خالص. صحيح. المنافسه هتفضل في الاخر ما بين الاهلي والزمالك كالعاده. صحيح. بس هو بيراميدز كان بينافس او عمل شك في المنافسه، بس خلاص اعتقد دلوقتي خلاص اللي هو بعد كتير قوي. لكن الاهلي والزمالك عندهم فرصه كبيره جدا، بس اعتقد ان اللي هيحدد شكل بطل الدوري الموسم ده الاسماعيلي. الاسماعيلي. ليه الاسماعيلي؟ الاسماعيلي لسه عنده مباراه مع الاهلي، مباراتين مع الزمالك، ومباراه مع بيراميدز. فلا هو بشكل طبعا غير طبعا نتائج الفرق بالمباريات المباشره. بالمستوى الحالي الاسماعيلي تفتكر هيغير من شكل الدوري؟ الاسماعيلي فريق كبير. اكيد طبعا فريق كبير. في المباريات الكبيره اعتقد ان هو يعني هيبقى ليه عامل. حضرتك لو تابعت اخر مباراه افريقيه ليه في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، فهنلاقي برضو ان الهزيمه بتلاحق الاسماعيلي دايما. صحيح. بس انا ارجع واقول لك ان الدوري غير المباريات الدوليه او الافريقيه. وفي النهايه انا برجع اقول لك برضو ان الاهم المواجهات المباشره. صح. بس اسماعيل عشان هيلعب الفرق الثلاثه، فعشان كده بقول لك هيحدد بشكل كبير جدا شكل الدرع راح لمين. صحيح. وانت بنتكلم هنا عن تعادلات. انا بتكلم في تعادلات. احنا بنتكلم عن تعادلات، اذا استطاع الاسماعيل ان هو يتعادل مع الاهلي مع الزمالك مع بيراميدز في اللقاءات القادمه فالموضوع هيفرق كتير، رغم ان الاسماعيلي وبيراميدز اتقابلوا في الدور الاول. صحيح. وفاز الاسماعيلي على بيراميدز. ده اللي انا بتكلم فيه. زي طبعا انت عندك ماتش فريق زي الجونه قدر يحقق مفاجاه ويكسب بيراميدز. صحيح. فلا مش مضمونه لسه. بس الجونه برضو كان 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 ند او كان منافس قوي جدا حتى قدام النادي الاهلي. طبعا الجونه كان النادي الاهلي قدر ان هو يحسم اللقاء في اخر ربع ساعه بس من اللقاء. صحيح. وكمان الجونه بيعتمد على ملعبه. زائد ان في فتره النقاط الشتويه في يناير الجونه قدر يعمل انتدابات قويه جدا. حقيقي. مميزه. حقيقي. قدر سواء في الجهاز الفني او في اللعيبه. صحيح. كابتن حسام غالي ولاعبين كتير قدر ينتدبهم لصفوفه. لا فعلا عمل تشكيله وتوليفه كويسه جدا ما بين اللعيبه اللي عندهم خبره وما بين اللعيبه الصغيرين في السن. الجونه مش بعيد يقدر لو يعني قدر يحقق انتصارات او يستمر في نتائجه ان هو يقدر يصعد مركز ثالث او رابع. وارد وارد جدا. طيب
لو هنتكلم بقى عن نصرة المدير الفني للنادي الأهلي وعن انتصاراته المتتالية في الدوري المصري الممتاز وعن شكل الفريق اللي اتغير تماما وعن طريقة توظيفه للعيبة بشكل مختلف، يمكن كمان أكبر مثال لما نيجي نتكلم عن توظيف لاسارتي للعيبة بشكل مختلف دايما هنقول كريم ندبت. كريم ندبت اللي كان الجمهور السنة اللي فاتت شايفه حاجة والسنة دي شايفه حاجة تانية خالص. صحيح كريم ندبت أنا بالنسبة لي اكتشاف، يعني أنا شفت كتير انتقادات لازعة لي، شفت هجوم شرس. وبعدين احنا لازم يعني نركز في نقطه مهمه قوي في شخصيه كريم ندبت، ان لعيب 20 21 سنه، اللاعب ده تعرض لانتقادات، اي لعيب تاني ممكن كان يبقى في حته تانيه خالص بعد الانتقادات دي، لا الراجل ده عمل لنفسه بلان، لاسارت يساعده وجهاز الفني الاهلي ان هو يرجع تاني بقى، يعني لدرجه ان جماهير الاهلي دلوقتي زعلانه ان هو موقوف. الماتش الزمالك يعني ماتش قمه. صحيح. يعني لا ماتش قمه ده معنى كده الجماهير بتثق فيه جدا، شايفاه بقى نجم الفريق او لا، هو بصراحه بيلعب بروح متميزه، لعيب بيبقى راجل في الملعب ومع الوقت جاي. بس اعتقد ان لاسارتي كمان قدر يرجع اجاي بسرعه، قدر يدخل المباراة بسرعة. وبرضه يعني اللي يحسب لسارتي محمد هاني، أكيد محمد هاني بقى لعيب متميز جدا 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 وأكثر ثقة في نفسه من ذي قبل. طيب ولو كمان اتكلمنا عن لاسارتي وعن الوقت اللي جه فيه للنادي الاهلي، طبعا كان وقت صعب جدا، العديد من الاصابات، جه بعد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي السابق للنادي الاهلي، الاهلي كان بيمر بكبوات في الفتره دي، جه الموضوع اختلف تماما، كان في تدعيمات ويمكن التدعيمات دي حصلت في اثناء ما هو بيجي للنادي الاهلي يعني، لكن الموضوع اختلف تماما، النادي الاهلي مع لاسارتي اختلف تماما. صحيح. حتى شكله من حيث الاداء النتائج كل حاجه. صحيح لاسارتي جه الاهلي خسران بطوله افريقيا، مركز مش كويس في الدوري، البطوله العربيه، البطوله العربيه، اصابات بالجمله، لدرجه الناس كانت تقول مستشفى النادي الاهلي خلاص، يعني احنا فتحنا مستشفى لاصابات النادي الاهلي. والراجل جه قدر في فتره قليله قوي بفضل برضو الصفقات اللي تم التعاقد معاها من جانب النادي الاهلي، قدر يوصل، يعني مش عايزين نقول برضو لو وصل للتوليفه متجانسه، لا الراجل لسه شويه كتير عليه. الراجل برضو في نفس الوقت معذور يا عيني، احنا بنتكلم الشهر الوحيد اللي الاهلي فيه مرتاح شويه في المباريات شهر 3، شهر 3 شهر 2 كان 8 مباريات، شهر 3 اللي يمكن نرتاح شويه بسبب طبعا التجمع بتاع المنتخب الوطني. صحيح. الاول، لكن الراجل جه في شهر 2 وقبل كده لا ضغط مباريات كتير قوي، دوري، اصابات بالجمله، يمكن يمكن احنا جات لنا فتره كان كل مباراه لازم لاعب او اتنين يتصابوا، الاصابات اكتر من الجاهزين، يعني احنا بنتكلم في اصابات كتير. لكن بقى مع عوده اللعيبه الجاهزه دلوقتي، اللعيبه اللي كانت مصابه، اللعيبه اللي هي كانت بتعتبر من اهم اعمده الفريق، احمد فتحي اللي رجع، ازر اللي رجع، علي معلول اللي رجع من فتره، هنلاقي كمان يمكن قريب حسام عاشور بيرجع، يعني اللعيبه دي كلها لما ترجع ضرب او القوه الضربه ترجع للنادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي تحت قياده لاسارتي مع القوه الكبيره دي هيفرق كتير جدا في الفتره اللي جايه، واتمنى ان ده يكون قبل مباراه القمه. هي الحيره اللذيذه، يعني هو الاول كان يعني محتار يلعب مين، مش لاقي حد يلعبه، لكن دلوقتي خلاص يعني عنده حيره لذيذه، عنده احمد فتحي، وليد سليمان راجع، ازارو راجع خلاص، لا شكله هيتغير، المفاتيح هتتغير، التكتيك اللي هيلعب بيه هيبتدي يتغير برضو، لا هو بقى كمان رجع له نجوم، يعني انا عندي احمد فتحي لعيب بيلعب في اكتر من مكان. صحيح. عندي حمدي فتحي ان شاء الله، يعني ان شاء الله تكون بسيطه باذن بسيطة. الله لعيب برضو كتير. مميز جدا في خط الوسط. عندي كريم نيدز هيرجع برضو، او بيلعب في افريقيا دلوقتي لكن هو موقوف محليا، لكن هيلعب برضو، بيلعب في اكتر من مكان. لا العناصر اللي عند لاسارتي دلوقتي تؤهله لحاجه كتير قوي، واعتقد ان لاسارتي في الدوري هيأدي، هيعمل نتائج مبشره جدا 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 الفتره الجايه. طيب نروح سريعا لدوري ابطال افريقيا والمجموعه الرابعه من دوري ابطال افريقيا اللي فيها النادي الاهلي، فيتا كلوب الكونغولي، شباب الثوره الجزائري، وسيمبا التنزاني. النادي الاهلي عنده لقاء مهم جدا في الكونغو يوم السبت القادم، شايف اللقاء ده ازاي؟ هو 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 بس لازم نقول ان لاسارتي اختار 21 لعيب يسافروا. صحيح. معاه. احنا مشكلتنا في افريقيا ان
ضغط المباريات، وده الاهلي اتعود عليه خلاص خلاص عكس اي فرقه تانية محليه معانا او اي او او في او في يعني في المحيط اللي حوالينا. لا الاهلي متعود ان هو يبقى في ضغط مباريات، وزي ما قلنا ان الاصابات الناس المصابه رجعت تاني، فدي اعتقد برضه هتساعده كتير جدا ان هو يؤدي نتيجه كويسه جدا. بس فيتا كلوب فريق مش سهل خالص، فريق قوي جدا على ملعبه. لا ان شاء الله يبقى في نتيجه كويسه. بس هو الاهلي دلوقتي بيتربع على قمه المجموعه، فرق نقطه بينه وبين سيمبا. واخر ماتش الاهلي اعتقد هو شبيب الثوره هنا في القاهره، صحيح. وده هيبقى فاصل ان شاء الله، واتمنى ان احنا نخلصها مع من الكونغو. يا ريت يعني اتمنى صحيح نتيجه ايجابيه ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا عامه عن الدور التالي من دوري ابطال افريقيا وعن النتائج اللي انت شايفها من خلال متابعتك للمجموعات، شايف الفرق اللي ممكن تنافس في الموسم الحالي من دوري ابطال افريقيا على اللقب؟ احنا عندنا طبعا الوداد والترجي طبعا حامل اللقب، صحيح. عندنا يعني انا شايف ان مازيمبي طبعا. مع ان هو محتل المركز الثاني في مجموعه الثالثه، بس مازيمبي طبعا فريق تقيل وقوي جدا. وطبعا الاهلي، واعتقد ان يعني ان ان ان, إن ممكن فريق سان داونز يعمل مفاجاه. سان داونز الجنوب افريقي ممكن يعمل مفاجاه في الموسم الحالي، يعني ممكن نقول عليه ان ده الحصان الاسود بتاع البطوله. ممكن سان داونز، لان برضو كره في جنوب افريقيا متميزه شويه ومتقدمه شويه، فممكن تعمل حاجه. كان يمكن بطل افريقيا من ثلاث نسخ فاتت، صحيح. طيب خلينا نروح سريعا جدا بقى لامم افريقيا، كان 2019 بنستعد دلوقتي للبطوله المهمه جدا دي اللي هتقام هنا على ارضنا على ارض مصر. اللقاء ده طبعا زي ما سامعين في الجرايد اليومين دول في يمكن مشاكل ما بين اتحاد الكوره واجيري، اجيري عايز 20 يوم، اتحاد الكوره عايز 15 يوم، لا هو ده اللي انا عايزه، لا هو ده اللي انا عايزه، وابتدى الكلام بينهم رايح جاي. شايف الفتره الانسب للاعداد تكون قد ايه؟ هو انا الاول ان الازمه بين اجيري واتحاد الكوره ان اتحاد الكوره عايز يخلي لفتره الاعداد 15 يوم عشان نقدر نستمر في بطوله الدوري. واجيري بيقول لا انا عايز 19 او 20 يوم، الازمه خمس ايام يعني اسبوع. يعني جوله. جوله. فمش عارف هيعملوها ازاي. وده بصراحه يعني مش احنا مش ماشيين يعني على الصراط المستقيم من اول الدوري، فجت على الجوله الوحيده اللي هتقع مننا هي اللي هتعمل الازمه. في تفكير دلوقتي داخل اتحاد الكوره ان هم ياجلوا الدوري ويستمروا منافسات الكاس بحيث يحددوا مين بطل نسخه الكونفدراليه الافريقيه اللي جايه، هي بطل اللي هي يعني الفريق اللي هيتاهل من مصر، صحيح. لكن انا شايف ان حسبه صعبه، احنا عم داخلين على طول في مشاكل موضوع المؤجلات مع ان احنا قلنا من الاول خالص ان احنا دي هتقابل ازمه كبيره جدا. انا شايفه ان هيبقى في ازمه فعلا في الموسم الحالي في الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه الافريقيه، لان الدوري مش هينتهي في الميعاد اللي بيتقال عليه، مستحيل ينتهي اغسطس، مش هينتهي في مستحيل اغسطس، مستحيل ينتهي بالوضع اللي احنا فيه كده. لا صعب جدا. وبعدين احنا لو جينا في الاخر نبص لها، لا يعني لو مصلحه المنتخب الوطني الاول ولا الدوري المصري، لا طبعا المنتخب والبطوله معموله على ارضنا، ما ينفعش نتكسف في وسط جمهورنا وعلى ارضنا يعني. لا مش منطقي في الاخر هيتقال ما انتوا السبب، انتوا ما اديتنيش الفتره الكافيه ان انا اعد اللعيبه. بس انا مش عارف برضو اجيري، هل هو مباراتين يكفوا للاعداد؟ ده برضو سؤال مهم. يعني وبعدين النيجر ونيجيري، طب النيجر ماشي، طب النيجر يعني مش عارف اشمعنى النيجر. بس ده بالنسبه لمعسكر مارس، يمكن اكيد في المعسكر القادم اكيد هيكون في اتفاقات مع منتخبات اخرى، واكيد طبعا هيكون فيها منتخبات افريقيه ومنتخبات اوروبيه. صحيح صحيح ان شاء الله. خصوصا طبعا ده اكيد هيتحدد بعد القرعه اللي هتقام ان شاء الله على سفح الارض. اعتقد القرعه اللي هتحدد احنا هنقابل مين اللي هتقام في ابريل القادم عشان نقدر نشوف فرق متشابهه في المستوى، صحيح. ان شاء الله يختاروا او يحسنوا الاختيار عشان نقدر مؤهلين ان احنا ننافس على اللقب او نحققه خصوصا في ارضنا. صحيح. استاذ شادي محمد الناقد الرياضي في اخبار اليوم، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، وطبعا استمتعنا بوجودك معانا. انا مستمتع جدا بحضرتك، شكرا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده. يوم سعيد على حضراتكم.